لحد الآن لم يتم تحديد موعد لجلسة اختيار نائبي المحافظ. إن شاء الله من يتم تحديد الموعد وتنتهي بعد ذلك يباشر المجلس أعماله ويقوم بتعديلات أو ترتيب النظام الداخلي ثم اللجان، وبعدها ينطلق إلى أعمال الاعتيادي. لحد الآن المفاوضات قائمة ما انتهت، وبالمفاوضات يصير تغيير، فأي أسماء مرشحة قد تتغير في حسب المفاوضات.